السلام عليكم، صباح الخير. المحاولة رقم 357 للاستيقاظ مبكرا وان الواحد يبدأ اليوم قبل طلوع الشمس. الساعة حالا 6:30، انا صاحي تقريبا الساعة 4:30. وبصراحة يعني مش صاحب مزاجي او عن نية او عن تخطيط، لكن احيانا لما ايه نظام نومك هو اصلا مش شقلب، فبتلف الدورة كده وتوصل لمرحلة معينة ان انت اوكي الدنيا لف زي ما السنه بتلف كده، ورمضان بيتنقل من شهر لشهر، من شهر لشهر ميلاد يعني. نفس الكلام بيحصل بالنسبه للنوم. فبرضه من الحاجات اللي ساعدت ان انا اخدت حبايه برد من اللي هي الحاجات اللي ايه بتنيم اساسا، فنمت نوم عميق يعني. فصحيت بعد 3 ساعات اللي هما تقريبا 2 سايكلز او دورتين من بتوع النوم. الحقيقه يعني في الساعتين دول اللي مروا من ساعه ما صحيت عملت حاجات كتير قوي. يعني صليت الفجر، صليت، قرأت الورد اليوم القرآن، قلت أذكار الصباح، قريت وكتبت أفكار حلوة قوي، كتبت حاجات حلوة يعني. أنا كنت منبهر وأنا بكتب الحاجات دي، اللي هو إيه ده الأفكار دي جت لي إزاي. حاسس بتركيز غريب، أظن جزء كبير من الموضوع يرجع لحباية البرد برضو، اللي هي بالمناسبة كونجستال. This is not an ad. بصراحة لما باخد الكونجستال بنام كده وبقوم فايق يعني، بحسه إعلان بس يا مش إعلان خالص. المهم لو حد عنده معرفة أو عنده خبرة يعني في الموضوع ده، ليه الكونجستال بيكون ليه الأثر ده، يا ريت يفيدنا في الموضوع لربما نقدر نستعيد عنه بحاجة طبيعية يعني ويكون لها نفس التأثير. المهم أستاذ أندرو هيوبرمان هو PhD أو بروفيسور ويعني راجل في علم النفس جامد جدا، ومن الحاجات الظريفه اللي بيتكلم عنها هي السيركاديان ريزم او دوره النوم بتاعتك، الساعه البيولوجيه وازاي تظبطها او ازاي يعني تعالج الضرر الكبير اللي حاصل على الجيل بتاعنا دلوقتي. السلام عليكم مصطفى، ازي صح اخبارك ايه؟ الله يخليك. فهو بيتكلم عن ازاي تعمل ريسيت للسيركاديان ريزم او الساعه البيولوجيه بتاعتك. يعني هو زي زرار الريسيت كده اللي في الراوتر، لما بتضغط عليه بيلغي كل الاعدادات وبيرجعك للاعدادات الاصليه او الفاكتوري سيتنجز، ضبط اعدادات المصنع. احنا كذلك نقدر نعمل ريسيت للسيركاديان ريزم او الساعه البيولوجيه بتاعتنا من خلال التعرض لاشعه الشمس. الشمس طبعا مش طالعه دلوقتي، ولكن حتى وهي مش طالعه فالاضاءه بتاعتها اقوى يعني الاف المرات من اي اضاءه تانية، وهي فعلا اللي بتنبه دماغنا او تخش من خلال العصب البصري للدماغ تقول له هوب احنا بالنهار دلوقتي يا وحش. وكذلك بالليل لما تتعرض لضوء الغروب اللي هو الضوء الاحمر المسفر الجميل قوي قوي ده، لو انت قادر تشوفه اصلا يعني، ممكن لو انت في ريف ممكن لو في مدينه ممكن الموضوع يكون صعب شويه، بس انت قادر تشوفه برضه دي من الحاجات اللي بتقول لدماغك اوكي احنا دخلنا بالليل يا رجاله، يلا بقى جسمك ايه حاول تهدى استريح علشان ايه انت داخل على النوم دلوقتي. المشكلة الكبيرة اللي بتحصل لنا للأسف الشديد ان الاعدادات المصنع دي مضروبة بالنار، او الاعدادات الديفولت دلوقتي بالنسبة لنا مضروبة بالنار، لان دماغنا بيتلخبط للأسف الشديد بسبب التعرض للضوء الأزرق بشكل دائم. السلام عليكم. يعني انت دماغك مش بيقدر يحدد دلوقتي احنا بالليل ولا بالنهار، بسبب ان طبعا الانوار في شقتك او في شغلك اي 24 ساعة. كمان بالاضافة انت حتى لما تخش على السرير بتتعرض للضوء الازرق اللي هو طالع من التليفون، فدماغك احنا لسه بالنهار احنا لسه بالنهار احنا لسه بالنهار، فبالتالي ما بيدخلش جسمك في حالة النوم العميق، وبالتالي بتنيك لا عارف تنام ولا عارف تصحى، دايما ما بين هذا وذاك، دايما عندك اضطراب في النوم، عندك اضطراب في الصحيان، عندك اضطراب في الاكل، عندك اضطراب في التركيز، عندك اضطراب في الطاقه، مستوى طاقتك على مدار اليوم. فمشاكل كبيره جدا بقت حاجه مزمنه وبقينا بنتعامل معاها لان ده الطبيعي دلوقتي. انا طول حياتي او مش طول حياتي والله، في ستايل يعني الواحد للاسف مكمل فيه بقاله كتير، هو ان احنا نايت اولز او بومة الليل الحزين، ان احنا بنشتغل بالليل. لو انت فريلانسر او فيلم ميكر او اديتر او ديزاينر او بروجرامر او شغال اي حاجة فريلانس، فانت اكيد اكيد يعني شغلك او ابداعك او يومك بيبدأ بالليل. اوكي ريكوردينج معلش يعني الجزء اللي فات ده كان زوم دي ان او ما كنتش مستخدم العدسة الوايت.
المهم شغلك كله بيبقى بالليل، واظن محاولاتك الكتيره والمتكرره انك تشتغل بالنهار او يومك يبدا الصبح بدري ممكن تكون بقت بالفشل زي حالاتي كده، ومن اني بجرب دلوقتي المحاوله رقم 357 اللي هو رقم جزاف يعني ما هوش رقم دقيق. فالليله كلها ان احنا للاسف مش عارفين نعمل ريسيت للسيركاديان ريزم، وجزء اساسي زي ما قلت لك هو التعرض الدايم للضوء الازرق اللي طالع من التليفون. انت اخر حاجه انا اظن معظمنا بينام دلوقتي اللي هو بيغمى عليه، اللي هو بيكون ماسك التليفون وبعدين فجاه كده يقوم ايه واقع من ايده وهو نايم، ودي حاجه سيئه جدا، دي حاجه سيئه جدا 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 يعني، وللاسف الشديد كلها اثر صحي كبير يمكن ما بنحسش بيه بشكل مباشر ولكن بيتراكم مع الوقت وبيأثر على صحتنا وعلى حاجات كتيره جدا جدا في حياتنا يعني. السلام عليكم اخويا الحاج، زي الصحه الله يخليك. في هنا شويه كلاب بقى كل ما اعدي بيهوهوا عليا يعني بيخضني كل مره، اللي هو انا جاي وشايفه شوف انا شايفك ما تخضتش المره دي ما تخضتش. المهم النهارده يعني بما انها المحاوله رقم 357 فبصراحه سمعت عندي في حته ان انا كل مره او كل محاوله بيكون في حاجه افضل او بيكون في حاجه احسن او بيكون في فكره جديده او بيكون في اضافه بحيث ان التجربه اللي بعد كده تكون نسبتها في النجاح ازيد ولو حتى بحاجه بسيطه. فكره ان انت اول ما هتحاول او اول ما هتجرب هتنجح ده بصراحه حاجه مش منطقيه ومش عمليه ومش طبيعيه وما بتحصلش. يعني انا عارف مميزات الصحيان بدري، واجمل فترات او اكتر فترات كان فيها انجاز في حياتي كانت هي الفترات اللي انا ببدا فيها يومي قبل شروق الشمس. فعلا تحس فيها بركه كده وتحس فيها انتاجيه وتحس فيها راحه نفسيه وتحس ان انت نفسيتك احسن اصلا من غير اي بتعمل اي حاجه تانية، لان بشكل ما زي ما بيقولوا كده في الدومينوز يعني الحاجات بتحصل بشكل طبيعي ورا بعضها. ان انت صاحي بدري ف مش حاجه تعملها، مش حد تتكلم معاه، بتاخد شويه وقت مع نفسك لو انت حابب فعلا في شويه ريفليكشنز كده او تكتب افكارك او تدون حاجه او تقرا حاجه او تنجز حاجه او تتعلم حاجه، فانت عندك الوقت وعندك الظروف المهيئه اللي هي البيئه حواليك وعندك رواقه الدماغ وعندك يعني كل الظروف مهيئه انك تعمل حاجه كويسه في الفتره دي. بصراحه الانجاز من 6 صباحا ل 12 الظهر يعادل انجاز اليوم بحاله او يعادل اضعاف بصراحه يعني ما يمكن انجازه في بقيه اليوم. يعني انا فعلا الخطه بتاعتي ان انا استهدف ان انا شغلي من 6 ل 12 بس كده خلاص. شاكرين جدا يا باشا، صباح الفل، انا خلصت ما عليا النهارده. احتمال كبير الخطه تبوظ المره دي برضه يعني، وده حاجه يعني انا متقبلها ومتعايش معاها، ولكن دي حاجه مش مضايقاني لان المره دي اتعلمت حاجات كتيره جدا، والمره دي عندي خطه الا وهي كالتالي، ان انا من 6 ل 12 انا في الاستوديو فوق، والاستوديو الحمد لله فيه ازاز كده فضوء الشمس داخل، فانا هحاول قدر الامكان ان انا ما نامش او ما اسمحش لنفسي ان انا ايه يعني استجيب لشعور اللي انا عايز اريح شويه. وبعدين من 12 من الظهر لحد بعد العصر او المغرب هروح كافيه او هروح مكان في طنطا اقعد اشتغل فيه، ممكن اروح اكلم غريب مثلا يجي معايا ونروح ايه نشتغل من هناك، اشتغل على سكريبت او اشتغل على حاجات كده ايميلات وحاجات لحد قبل المغرب. هروح يعني خلاص يعني ممكن بعد العشاء بشويه كده ولا حاجه، انا اصلا هكون هلكان وعايز انام وجسمي خلاص بيفنش يعني، ففي الوقت ده خلاص هنام وهنام نوم عميق بدون الحاجه لاي مساعدات وبدون الرغبه اصلا في تصفح اي حاجه على التليفون، لان الواحد هيكون خلاص انا عايز انام بس. فالنوم بدري كذلك هينتج عنه ان شاء الله صحيان بدري، ومن هذا ايه من هذا المنطلق الدوره تبدا تشتغل. هل انا متاكد انها تنجح؟ يعني 50-50. هل انا هتضايق لو فشلت؟ ابدا خالص صراحه. يعني المحاوله والتوثيق او التدوين النتائج او ايه اللي خلاها تفشل بعدين تحاول مره ثانيه وتحاول تتجنب الحاجات دي وبعدين تحاول مره ثالثه، ده اسلوب ممكن تستخدمه في حياتك عامه، وكل مره او كل محاوله هيكون فيها زياده شويه او تحسين حبتين لحد ما توصل للايفن بوينت او البريك بوينت اللي عندها بتبدا بقى ايه تكسب. يعني زي بالظبط البيزنس لما يكون في البدايه كده ايه انت عمال تخسر او عمال تحرق او عمال تصرف، بعدين بتوصل للايفن بوينت اللي هي المصروفات قد المدخولات، بعدها بقى بتبدا تكسب. فانت حتى تصل لهذه لا يمكن اي حد صاحب بيزنس ان هو يبدا النهارده ويكسب على طول، لا يمكن ان اي حد بيحاول يجرب حاجه
على طول هتشتغل وتبقى حاجة عظيمة. لا، لازم تعافر الأول، فلحد ما توصل الايفن بوينت، بعدها بقى تبدأ تكسب، بعدها تبدأ الموضوع يبقى سهل. الدنيا تبقى ايه، زي ما تقول نعمل الريست ده ويظبط الموضوع، هو ان احنا نرجع لاعدادات المصنع، ان احنا نشتغل بالنهار وننام بالليل. يعني كل مره ببدا فيها في الروتين ده ان انا اصحى بدري وكده، يعني بستشعر قوي الحاجات اللي فايتاني، حاله الهدوء والسكينه يعني اللي هي السيرينيتي، حالة كده يعني سبحان الله. يعني الواحد والله يعني بيحس ان هو بيذنب لانه لا يستغل هذه الميزة. ان انا هنا قاعد في الريف، يعني يعني في عيوب كتير وفي قصور كتير وفي يعني بلاوي زرق بس في مميزات، في ان القعدة اللي انا قاعدها هنا دي، القعدة اللي انا قاعد اهوت مربع، وقدامي هذا المشهد البديع، عينيا قادرة تنطلق لحد خط الأفق، في طيرة هوت، وحاجة عظيمة بصراحة. يعني الحمد لله، الحمد لله. من الساعة 7 لحد الساعة 10 كده أنجزت حاجات كتيرة جدا. يعني بصراحة حاسس إن أنا مركز، حاسس إن أنا مش محتاج أصلا أشوف تليفوني أو أتشيك أي حاجة، مركز بس في الحاجة اللي أنا بعملها، الحمد لله انجزت قدر يعني ممتاز حقيقي. يعني بقى لي فتره طويله ما حسيتش بايه بالانجاز في كذا حاجه مع بعض كده. المشكله بعد الساعه 10 الكيرف بدا ركب زحليقه كده ونزل. يعني بدا بعد ما كان تركيزي 80 90% اصبح دلوقتي 50%، عيني الشمال بتحرقني جدا، ودي علامه عندي ان انا عايز انام. بس في الغالب يعني الحمد لله خلاص مش هنام، هنزل افطر وممكن اكمل قرايه في التاملات بتاعه ماركس اوريليوس، و يا خلينا نعافر كده لحد الظهر، نصلي الظهر، ناخد دش ونروح كافيه. انا عايز انام، عايز انام جدا. يعني كل مفصل في جسدي يعني ايه، عايز انام. الساعة داخلة على 3، تركيزي حرفيا دلوقتي حوالي 20% ولا حاجة، اللي هو مش مركز خالص. يعني لو سمعت حاجة باخد وقت على ما اترجمها، ولما بجي ابقى عايز اقول حاجة بتلخبط، اللي هو ايه الدنيا بتهنج حرفيا. يعني بس الحمد لله يعني كلها كمان 7 ساعات مثلا، 7 ساعات وخلاص ننام. حاليا مستني صهيب، واكلمه بقى ايه هنروح الكافيه سوا ان شاء الله، لاني طول ما انا قاعد في البيت انا مش هقدر اعمل حاجة يعني. فهروح في الكافيه كده ونضرب لنا شوب بتاع قهوة اللي هي تقيلة قوي دي، وان شاء الله تظبط الدنيا. يعني انا عارف هي صعوبة بس اول يومين، وان شاء الله الدنيا تظبط. يعني الله المستعان. هلا 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 والله. يعني حاولت اخد ناب يعني 15 دقيقه، اللي هو ايه كنت برضو قريت كده ايه ان لو خدت لك ناب 15 دقيقه تفوق، بتريتشارج يور ايه. وبالفعل يعني الحمد لله انا حاسس ان انا احسن كتير يعني من قبل الناب. بس المشكله بقى يا استاذ صهيب ان وانا يعني في نص الناب واللي هو في اوج الناب، حد قام ايه صحيح مرنن علي اللي هو مره لا مش انت ادهم and you know what you did. هتجيبك طبعا فكر ايه. فادهم بقى ايه بقى يعني بقى يا ادهم يعني. فحتى اما كلمته كده ايه بيقول انت مالك انت مالك يا ابني. فالحين انا والاستاذ صهيب اهوت معلش في المراجيح، يعني احنا ماشيين على طريق زراعة رايحين بقى للكافيه الجميل عشان نكمل اليوم نكمل نوم. لا يا رب ان شاء الله. يعني انا متفائل يا استاذ صهيب والله، انا ورايا شغل كتير فمش هتنام ولا هتنام ولا انام. ميتو انا هشرب لي اللي هي البوله اللي هي بتاعت اللي هو بيجيب لك حله كبيره كده فلات وايت نشربها بتاع كبيره اللي بتخلص فيه. لا الله تعالى كل ما تقل اللبن كل ما تصحى. مش الفلات وايت اقل لبن تقريبا؟ كل ما تقل اللبن كل ما تصحى. لا ما انا مش هشربها من غير لبن بصراحه. لا يا عم لا يا عم كفايه المراره يا عم. لا يا عم الله المستعان. طبعا يعني بجانب توثيق اليوم ده، فاستاذ صهيب يعني لما بيجي معانا يعني
عارفين انه ايه تبقى فرصه اه والله فرصه نظيفه جدا 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 يا اخي. اي والله يا كردش اي والله انا مبسوط ان انت بتفلوج بالموبايل يا انت هاجي الاقي الكاميرا راكبه لا يعني ايه انا عمال ادور فين الكاميرا بصراحه البرفكشنزم قلت جدا الموبايل جامد اه بصراحه الايفون يعني يعني هي ينجز اه لا يقدر يقوم بالوظيفه بس انا مستني برضو الكاميرا الجديده بتاعت سوني اقول لك ايه سيبك هو الموبايل احسن يلا بينا والله والله صحيح طلع صور على طول صحيح هي فعلا الكونفينينس او الملائمه ان هو ملائم اكتر هو في جيبك على طول يعني فهو ملائم اللي بتطلع منه مش يعني جميل ممتازه والله يا اخي يعني مش اي كان نوت كومبلين اي كان نوت كومبلين يعني مزعج قوي الصوت عالي قوي مش عارف ليه خلصنا انا والاستاذ صهيب و الاسبريسو بتفرق الاسبريسو احلى يعني اقوى من القهوه التركي بمراحل حقيقي يعني فكر شوف لي مكنه اسبريسو كده استعمال خارجي الحمد لله فايق كتير عن قبل كده عن قبل ما جيت يعني وجعان قوي بصراحه فنروح ناكل بقى نروح ايه نشمشم كده على مطعم كويس جاهز يا ابو لينا اكتبوا لنا كده مطاعم في طنطا لو هتعرفوا مطاعم حلوه في طنطا اكتبوها لنا في كومنتس عشان احنا للاسف يعني ما نعرفش حاجه لو انت متابعنا على انستجرام فاحنا يعني نزلنا صور النهارده وشويه حاجات كده يعني تابعنا على انستجرام تابع صوص صايب على انستجرام 48 hours later وبعد كل هذا التعب والمعاناة انا قدرت يومين بس ورا بعض اصحى بدري وحصل كم حاجة كده ايه رجعت الموضوع زي ما هو قبل كده اللي هو يعني النوم مش مظبوط او الصحيان ما كانش بدري ممكن تظن ان الموضوع ده كده ايه راح هباء او التعب ده كله اترمى على الارض بس لا خالص يعني اللي انا اتعلمته في التجربه ديت والافكار اللي جت لي بحيث انها تساعدني اتلاشى او اتلافى مش عارف بتتقال ازاي اتلافى الاخطاء عشان ما ارجعش تاني لنفس النظام اللي مش منتظم هتساعدني في الفيديو الجاي وان شاء الله باذن الله وانسى ان احنا ايه نفجر ذيس اوت والتجربه تظبط والمكنه تطلع قماش الشمس ورايا هنا ازيك عامل ايه ايه الاخبار منور حبيبي لحد ما تظبط ان شاء الله ممكن نعملها في فيديو كامل على دروس اونلاين بحيث ان ايه اي حد بيعاني زي حالاتي كده ينفع او هو يقدر يستفيد انا بنهك شويه لاني ماشي بقالي كتير احاول اتحرك برضو الحركه بركه يعني بصراحه و شفتش حد بيذكر التمشية إلا وإلا بيمدح فيها يعني وبيجيله أفكار حلوة وبيتمشى وده نفس الكيس أو نفس الحالة عندي فالشاهد في الأمر إن إحنا إن شاء الله يعني لسه في التجربة مرحلة التجربة بس يظل إن حتى مع النظام اللي مش مظبوط ده ما منعنيش إن أنا أعمل شغلي أو أستمر في عمل الفيديوهات أو إن ده عطلني في حاجة يعني أنا أوريدي قادر الحمد لله انتج رغم النظام المقلوب ده بس انا عايز انتج حاجات اكتر وده مش هيتحقق الا لما اظبط نومي يبقى عندي وقت وبركه في الوقت اكتر وده اللي بحس بيه لما بصحى بدري بحس ان اليوم بتاعي انضرب في اتنين وربما بعض الاحيان في ثلاثه وده مش مجرد شعور لا ده بالفعل بالنتائج وبالمتابعه وبالتتبع الحاجات اللي انا قدرت انجزها واشتغل عليها فهذه المره تجربه 357 باظت بس ان شاء الله اللي جايه نسبه نجاحها هتبقى اعلى سلام